كيفاش تفسري هاد الأصوات ديال المغاربة اللي تربحوا في مسابقة ديال جويد القرآن؟ دائما ربي دائما هما في المراتب الأولى، هذا علاش راجع في نظرك؟ هاد راجع، واش تسائلي بعض المرات تقولي كيفاش هاد القضية؟ إيه، ولكن هذا راجع الانفتاح المغاربة على جميع الثقافات وجميع اللهجات. هنايا كتخلي المغربي واللي تيغني بالجزائرية واللي تيغني بالتونسية واللي تيغني لبناني مصري لبناني خليجي. جميع اللهجات. نعم، هذا 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 تيرجع كما قلت لك لثقافات المغاربة اللي تيبحثوا وتتفرجوا في مسلسلات وأفلام وبرامج ثقافية وثائقية اللي تتخليهم يكتسبوا هذيك اللغة ويفهموها أكثر. وعاد من انت تغني بزاف ديال الألوان بالصوت ديالك، هذه هنا اللي ماشي سهلة، وهذه ما عندش كل شيء. نقدروا نغنيوا اللبناني والمصري، وما نقدروش نغنيوا الخليجي مثلا، حيت كل واحد اشمل اللون اللي اختصاص اللون ديالو. ولكن تبارك الله عليك تتغنيهم كلهم الحمد لله. وانت ندوي عليك انتيا الحمد لله عليا. انا تنعشق، انا من فتحه على جميع الالوان تقريبا. نغني القناوي، نغني الراي، نغني الشعبي، نغني، ولكن راه ماشي الاختصاص ديالي. لا ماشي الاختصاص ديالي، غير انا تيعجبوني هاد الالوان، وحين كيعجبوني وليت تنبحث وليت كنقلب شي شويه وليت تنسمع بزاف. دابا راه بديت تنسمع التوانسه بزاف. ياك علاش مشيتي لتونس؟ مشيت لتونس حيت عندي واحد الصديق ديالي تونسي عزيز عليا تنحماق عليه، وهو اللي حببني في تونس، وليت تنسمع الموسيقى التونسيه بزاف.